حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها واستاجر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا الخريت الماهر بالهدايه قد غمس يمين حلف في ال العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل